والله مع العادل ما حسيت الكلب من قلب قلبي فرحت أنا والكل لك مرة مرة شرف كون ببيت الكل هالصبح قضي سهرة مع الحبايب أوف ضنحالي لا 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 أوف أوف مش معصب لأنه في بعيني رمشاي ومش قهوتي لمعصبتني ومش شاي لك معصب لأنك لابسي أنا معصب لأنك لابسي مشاي وأنا لبعيدك هديتك الأبراي عيني 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 لك لك لأمك بس عينيك لنا وكلك لأمي أنا كل الليل ألعب لك ما نامت مقلت لك يا ريت بالحقيقة فيني أضرب ما قلتي ناس بحياتي مش بالألعاب علي عيني عيني تعبناك خي شادي حبيبي روح ابو علي ايوه يا سلام ثلاثة خلص الدعم الرابعة أربع طبيعات شو نزلتهم صغار ولا الكبار؟ منوعين اثنين اثنين صغار اثنين كبار يعني أنت أيام بدك تنقي الكبار ولا الصغار؟ هلا بالقانون الجديد فيك بدك إياه تلعبه حتى لو فات كبير بالكسرة فيك تاخذ الصغار انت حريف 1.15 بطل فيه على النص هي تبع 90 كبير بده كبير 85 و90 دخلك العاب لعبه يلا عصيرة الكبير كيفه الاكسبنسيف منيح 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 الحمد لله الف خير هذا كبير العائله اه طبعا الله يخليك فوق راسكم سلام تبع بتلعب حبيبي انت عم تلعب بليار من يومين اخر مره لعبت انت ومين انا وزياد برجي شكرا تحيه زياد 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 لعيب لعيب زياد لعيب في كذا فنان بيلعبوا على فكرة نصيف زيتون تلعب انت وياه نصيف اكثر بلاي ستيشن وبلاي ستيشن و ولعيب بلاي ستيشن انت انا مش كثير لو مش كثير لا بس كيف بدي لك نصيف اهتماماته بمحل تاني كليا مثلا علقني بجيم اوف ترونز من صار لي شهر ونص مش عم بطلع من الفيلم شايف مال قصة شايف مال حالي هذا صرت بالجزء السابع في 20 يوم ايه حلو كثير فظيع ايه نصيف مخه غير قول انا وياه في كتير اشياء ان كومن انا وياه يعني مثل بلاي ستيشن مثل المسلسلات السيريز هولي انا وياه فظيع دائما نجرب تحيلا اكيد 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 ورق عم تلعب ورق مزبوط عم تلعب ورق انت وعلاء زلزله ابو المجد شريكي الاصلي عم تلتقوا دائما على لعبه الورق ايه اول شيء علاء بدي اوجه له تحيه كبيره لانه اول شيء اخ وعزيز وصديق وحبيب وعشير يعني علاء انا 15 سنه بعرفه 14 سنه فنان موهوب فنان حلو
بنتعلم منه كتير اشياء صدقا لما نكون قاعدين، يعني مثلا بيكون في مشروع مثلا بقول له اياه بيعطيني رايه، وكتير محلات بيشوف صح، يعني بيشوف الامور صح، وعنده ستايله الخاص فيه، وعنده وهلا في البوم الله يوفقه فيه. في البوم حلو كتير هلا ان شاء الله، الله يوفقه عن جد. وفوق هذا كله لعيب ليخا من روسا يعني. طيب قرب نقعد هونيك لانه ان شاء الله عن جد خلص ما بقدر لك. طيب يلا. ما بقدر لك. أوكي. بدك تكفي؟ لا خلص. بهدلني تجرس على التلفزيونات؟ شوفوا شوفوا بمصر وشوفوا بالخليج كيف الفنانين بيتعاطوا مع بعضهم. من فترة كان في عندك حفل لتكريمك، حفل خاص لتكريمك. سممت ما قدرت تروح مزبوط؟ ايه. شو أكلت؟ كان شو كنت أكل؟ في طنجرة فاصوليا بس. لا. صراحة نسيت شو كنت اكل بس. ايه. بتوقع شيء ني يعني، عرفت؟ ايه انضريت منيح. كان وقتها تكريم من جمعية سيدات الأرض اللي بتاعنا بشؤون فلسطين المحتلة. ايه. دعوني وما قدرت روح، اعتذرت على التليفون، رجعوا اجوا لعندي على البيت مشكورين. ايه. بدي اجوهم تحية، بدنا نقول لهم فلسطين بقلبنا دائما. بدي اقول لك ألف مبروك لأنه اسم الله صار فيه ولدين زيادة، أنا من آخر مرة شفتك فيها. ايه من هيدا حكي صار فيه اثنين. يعني آخر مرة أنا شفتك فيها كان في عندك اسم الله الله يخليك يكون علي وفاطمة. كان عندي علي وفاطمة. كانوا طاوشين سرسق كلها. ايه. ايه هلا؟ أربعة هلا صاروا. هلا مطوقين يعني، هلا محاصر. وزينب. عندي حسين وزينب. إيه؟ الله يخلي لك غير علي وفاطمة الله يخلي لك. لا تحاصرت سر سوق العادة. يعني هلا بعد بدك ولدين او لا اكثر؟ ثلاثة بيصير تعمل فريق باسكت. شو ثلاثة غير الاربعة؟ ما هني خمسة بيلعبوا بالباسكت. خمسة مع الاحتياط. ما بدك احتياط؟ ايه بدنا اذا واحد انكسر. لا السبعة ان شاء الله. بس تعرف شغلة اذا الله بيريد يعني. بس ما الله عليك يعني انه الله يعين الله يم علي. اي والله يعني هلا كل واحد يعني كل ما واحد بيلتقى فيها لام علي بده يقول له الله يقومك بالسلام. ايوه. وانا مبارك ما اجاك. وانت مبارك ما اجاك. بعدك بتحب القهوه اكثر من المي؟ بتشرب قهوه كثير؟ بحب القهوه. انا بشرب قهوه بس بحب ريحتها اكثر، يعني انا اول ما ينغلى القهوه بحبها هيك بحط قدام بحب شم ريحتها. مغروم بريحه القهوه. طب قوم لنغلي ونشم ريحتها. بشوف المطبخ الجديد تبعي. هلا هو انت بالعاده بتشرب كثير قهوه يعني ولا مش بشرب؟ بلا يعني بالنهار بيلحقني شيء 3 فنجان 4 فنجان. يعني هيدي ما رح تفيدنا. بلا الركوه شو بلا بعمل لك قهوه بهاي شو هيدي طنجره الضغط شو رايك؟ لا هاي منيحه منيحه هاي الركوه. طيب طيب خلينا نعبيها مي ونلقمها. يلا انت عامل غنيه الساعه 7 عن القهوه مظبوط؟ ايه. بتجيب سيرة القهوة فيها؟ الساعة 7:07 لك بعد من نومي شفاية وميت عشفت قهوة عزمتني وعملت لي ركوي هو أطيب منها مش دايق مش دايق أنا أطيب منها لا 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 لا, لا مش مش دايق. الله. تعرف عم بتطلع فيك هيك حسيت انا مرت الجي بس قرب ما راح ياخذ دواء بتسمع عليك بس بدي اغني لك. والله حبيبي والله بخدمك. والله قد ايه حلوه ايام سوبر ستار. حلوه كثير طبعا والله العظيم. انا ما بتنسى ما بتنسى شو هالرحله الحلوه اللي مرقت فيها وما راحت من ذهن الناس كلها فعلا. ليك تعرف مشوار الفني صعب لواحد يقدر يبين للناس. ما راح اقول يوصل لانه الوصول تعبير مجازي ما حدا بيوصل محل ما بده. صحيح. دائما بيضل بده يطمح. بس بشكر الله انه بدايتي كانت سريعه وموفقه فعلا يعني قدرت اوصل للناس باسرع وقت ممكن. وهذا بفضل اكيد سوبر ستار بفضل ناصر فقيه الفنان بدي اوجه له تحيه. اكيد ناصر اخ. ناصر اخ من لما بلشت يعني. بقى له فضل ومحبه الناس هي الفضل الاكبر. الناس امنت بموهبتك وبعد اليوم عم تدعمك وبعد اليوم عم تحضرك وهذا اهم شيء. انت ابن اصل يا الله يخلي لي. لك خلينا نشوف هيك شو انكتب مثل اشياء انكتبت بالصحافه بوقتها عنك. منين في منو؟ خلينا نشوف كم شغله هيك. ملحم زين الخاسر الرابح. هيدي وقتها انكتبت بالنهار. لك الصورة كأنه بال 1922. ايه انتبهت؟ بدي انه ليه دخلك الصورة ليه
هون حاطين العنوان تحت ابيض واسود يعني محبو ملحم زين يرفعونا صوره على مدخل فندق البريستول الحمراء. ايه ايه بس بتحس هيدي يمكن اول ما اخترعوا الكاميرا مش هيك ولا ماخوذه ولا يمكن عاملين لنا فوتوكوبي. شفت لي هتلر موجود دخلك. بس انا بتذكرهم هول الحوادث. هون في حالات اغماء هيدي بالنسبة تظاهرات وحالات اغماء رافقت خروج ملحم. هيدي بجاية المستقبل وقتها. ليك حالات الاغماء مزبوطة هاي. ايه صار كله. ايه هاي محبة الناس. الناس ترجمت محبتها عن جد. لذلك لهلا هاللحظة بضل بحس دائما بجميل للناس علي. صدقا بحس بجميل يعني بحس انه الناس حلو إلا علي والله حلو لانه ترجمت المحبة.